مرحبا بكم مشاهدي موقع البطولة في هذا اللقاء اللي غادي يجمعنا باللاعب عادل الحسناوي لاعب فريق المغرب الرياضي التطواني. الحديث على اللقطة اللي أثارت يعني العديد من النقاشات ومن قبل المتتبعين للشأن الرياضي الوطني. معنا عادل الحسناوي. السعادة، مرحبا بك. بارك الله فيك، أهلا بمتتبعين موقع البطولة. عادل نقولوا الحارس ولا نقولوا اللاعب؟ بجوج بجوج، دابا ولات عندي تجربه اخرى اللي بغيتي. عادل، غادي نرجع معك للمباراه ديال يوم امس، المباراه اللي شهدت التالق ديالك على مستوى حراسه المرمى. الوقيته اللي تطرد يحيى، كيفاش زعما واش انت اللي اقترحتي انك تحرس المرمى او لا المدرب؟ اولا بعد الطرد ديال الاخ يحيى، فكان كنت كنسحب باقي واحد الشونجمون عندنا، ملي تفاجات باننا راه تقاداو لي الشونجمون، قررت واحد القرار شخصي وخديت المبادره وخديت القفازتين من عند الاخ يحيى، والحمد لله تيسرت الامور. اول اختبار لي كان داخل الخشبه الثلاث هو الركله الحره ديال اللاعب محمد الفقيه، شنو كان كيدور في البال ديالك قبل التسديد ديال هذيك الركله؟ فالصراحه فاش ملي جات الكوفرون، فمحمد الفقيه فهو معروف بالتسديدات ديالو قويه، فالحمد لله من بعد ملي تحطت الكوفرو قررت انني نبقى في المكان ديالي والميرو غادي يبقى في المكان ديالو، والحمد لله ملي تصديت لها فالحمد لله عطاتني واحد الحماس واللي كملت به ركلات الترجيح. عادل، شفنا واحد يعني كنتي حرصتي ركلات الترجيح بواحد البروده ديال الدم، يعني كيفاش تعاملتي مع هذيك الفتره اللي صفر الحكم نهايه المقابله وعرفتي راسك غتمشي ركله الترجيح؟ اول تجربه انت لاعب غتلقى راسك في حراسه المرمى، كيفاش عشتي هذيك اللحظه بالضبط؟ فالصراحة فهي تجربة زوينة بزاف، كنظن أنني ما كانش عندي واحد الضغط كبير عليا، سيرتو أنني لاعب ماشي حارس مرمى، يعني اللي درتها جات معايا، فهذا عاوني بزاف وهيئت نفسي هيئت راسي نفسانيا بزاف بهذه الطريقة، والحمد لله تيسرت الأمور الحمد لله. شفنا كيفاش الزملاء ديالك كانوا كيهضروا معك قبل تنفيذ ركلات الترجيح، الكلمه اللي قال لك مثلا يحيى، شفنا يحيى كيتكلم معك وشفنا حتى اللاعب عبد اللطيف نصير والمدرب، الكلمه اللي اثرت فيك قبل تنفيذ ركلات الترجيح؟ فاولا جميع الزملاء ديالي في الفريق فهم ساندوني، مكونات لا منهم مدرب لا منهم مدرب ديال الحراس، مدرب الحراس وجع عندي ووجهني بواحد الكلمات ديالو، من بعد مشي عيط عليا يحيى الفيلالي بالدور ديالو في تريبيل، مشيت عنده ونبهني لشي حوايج مهمين في الركلات، والحمد لله ملي مشيت للبوطو حيدت عليا هذاك الضغط كامل الحمد لله. الوقت اللي حبستي الكره شفنا ان يعني تما شفنا عادل يعني غوتي بالفرحه، واش تما تاكدتي قلتي راه احنا قادرين اننا نتاهلوا، خصوصا انكم كنتم متاخرين بواحد بركله؟ فمن بعد ما ضيعت لينا ركله الجزاء الاولى، فالصراحه بكي حسيت بواحد شويه الشك، وبحال اللي ضغطت شويه على نفسي من بعد ملي ضاعت هذيك ضربه الجزاء الاولى، بديت كنضغط على نفسي وكنحمس في راسي بانني خصني جبت شي كره، من بعد ملي دازت الوقت وديك جبت الكره اللي سددها اللاعب ديال المغرب الفاسي، فالصراحه موتيفاتني بزاف وعاوناتني حتى في تصدي الضربه الجزاء الثانيه ديال الديار. عادل، كيفاش تعاملتي مع الرسائل والناس اللي بقاو كيعيطوا عليك والعائله ديالك والاصدقاء؟ فالصراحه ما نكذبش عليك، لقيت التليفون ديالي عامر بزاف لي زابيل وديال في ميساجات في واتساب، وحسيت بواحد التعاطف كبير معايا في التجربه هذه، الصراحه حسيت براسي كون وليت كارديا قبل احسن ليا بلي احسن من اللاعب. عادل، انت ابن مدينه الدار البيضاء، واش ممكن نشوفوا عادل الحسناوي في المواسم القادمه بقميص فريق من البيضاء، الوداد او الرجاء او فريق اخر؟ انا فهمتي تزاديت في مدينه الدار البيضاء واللي فيها الوداد والرجاء، فاي لاعب كيتمنى يلعب في الوداد والرجاء، ولكن انا الحمد لله انا مرتاح هنا في المغرب الشيطاني، كنحترم العقد ديالي، كنحترم الجماهير كيحترموني، فهذا افضل من الله سبحانه وتعالى.
سعدي الناس كيقولوا انك انت ابن مدرسه فريق الرجاء الرياضي، واش بصح؟ لا بصح، انا ولد مدرسه الرجاء البيضاوي، قضيت فيها سنوات كثيره في المدرسه ديال. وبهذا مشاهدينا كنوصلوا لنهايه الحلقه، نشكر معنا عادل الحسناوي. سي عادل شكرا على شكرا سي امين، بارك الله فيك، وشكرا للمتتبعين ديال موقع البطوله.